طيب الأول كمان يعني أنا عارف أنت علاقتك بالكابتن طبعا مدحت فقوسة. انت دخلتنا في الحلقة سخنة وكلمة هتكون تأثر فيها فكابتن طبعا. مدحت فقوسة طبعا أنا بعزيه، وأنا عارف إن هو كان ليك مواقف كبيرة جدا طبعا طبعا معايا. يعني عايز اقول لك الحاجة، يمكن النهاردة يمكن ابويا التاني مات، اقسم بالله ما كلام. يعني كابتن مدحت فقوسة من الشخصيات المحبوبة جدا، ربنا يرحمه. ميت في ايام مفترجة في رمضان. يعني كفايه ان انا بفتح الوقت كل المواقع وكل الناس اللي كانت لها علاقه بكابتن مدحت مشاير له، يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناته. ما كانش بيبخل على حد، كان بيقف جنب الناس كتير جدا. انا شخصيا كمحمود ابو دابا بتكلم عن نفسي ما بتكلمش على حد، لكن انا كنت علاقتي بيه كبيره جدا، وانا كنت بكلمه دايما وبطمن عليه. لكن خليني اقول لك يا اسلام، يمكن هو من اسباب ان محمود ابو دابا بيقعد معاك هنا، يعني ربنا ثم الكابتن مدحت فقوسه، ان هو اول واحد خدني نادي المريخ وكان مقتنع بموهبتي كتير جدا. يمكن عايز اقول لك على حاجه وانا بقولها دايما، هو في حته تانيه، في تانيه احسن مننا طبعا، بيطلب له الرحمه. اللي كان في جيبه مش ليه عمره، يعني عارف انت كنت بتحب تروح التمرين عشان الكابتن مدحت فقوسه دايما، ان انت رايح ان انت عارف ان انت هتضحك هتهرج سواء باي فرقه باللعبها، كان انت محبوب بشكل كبير جدا، طيب من جواه. عارف انت طفل لما كان بيزعل يعيط، لو زعل يحبك جدا يزعل يعيط، عارف انت البني ادم اللي هو يبقى بيحبك جدا كانش يحب حد يتكلم عليه. فانا عايز اقول لك على حاجه، يمكن لعبني في النادي المريخ، كلمني كتير، كان خدني معاه كاس العالم العسكري، ودي كانت بطوله مهمه جدا، ان احنا اول بطوله عالم عسكريه ان احنا ناخدها وتخش مصر، كان من خلال الكابتن مجدي. من الشخصيات اللي فعلا مش هتتعوض، يمكن ربنا يرحمه ويسامحه. يمكن كان آخر مداخلة لي كانت طبعا معانا، وكانت في وجود حضرتك، طبعا وكنا يعني حاولنا نطمن عليك. الكلام ده من حوالي شهر أو أكتر. بص يا سلام، هو كان مؤمن، هو كان صابر على المرض بشكل كبير جدا. هو كان في آخر أيامه، كان فعلا تعبان، لكن هو كان صابر، كان روحه مرحة، كان بيهرج دايما. فربنا ربنا يرحمه يرحمه طبعا.